مشاهدينا، سهم جيم ستوب طبعا شغل الأوساط، شغل الأسواق، استراتيجيات جديدة. شاهدنا هناك طبعا معارك جديدة كانت قلبت بعض الأرقام، شاهدنا ارتفاعات صاروخية لم نراها من قبل. لكن بداية خلينا نذهب إلى روبن هود. روبن هود تحت الأنظار هي الشركة التي بواسطتها حصلت كل هذه المعارك. طبعا الآن كانت عم بتزيل قيود وبعدين ترفع قيود عنهم، وبعدين لك صار في بعض القيود من قبل، الآن تزيد القيود التداول كانت المفروضة على السهم. لكن السهم يعني عمل أداء دراماتيكي، خلينا نشاهد أنه وصل إلى مشارف كان الصعود الكبير. طبعا على الشموع كان وصل إلى حوالي 480 دولار، رجع دحرج بمستويات، الآن كان المستويات 53 دولار 50 دولار، وهذه التقلبات العنيفة. بالنسبة أيضا إلى الصناديق، ميلفن كابيتال كان خسر هنا، يعني عم نشاهد أرقام مخيفة مع ارتفاع السهم. طبعا كل هذه بعض صناديق التحوط التي هي أخذت نوع من البيع على المكشوف بالنسبة إلى السهم، تعرضت لخسارات بعد هذه القفزات الاستعراضية اللي سجلها. على الإيرادات بالنسبة إلى جيم ستوب هي 9.5 عم نشاهد هون مليار دولار. أداء السهم منذ 2012 لم يكن هناك أي شيء على السهم، كان سهم عادي نوعا ما. نشاهد إلى أن القفزة الكبيرة جدا اللي أتت من مستويات قريبة من ال20 دولار عملتها، وشاهدنا كيف تحرك السهم. بالنسبة إلى الأرباح، الإيرادات والأساسيات إلى الشركة، الشركة لم تحقق أرباحا منذ 2017، وكان هناك انخفاض في الإيرادات ب 2019، ولكن أصبحت أشهر شركة بالنسبة إلى الوساطة في العالم. طبعا بالنسبة إلى الأزمات السابقة، يعني شاهدنا هنا نوع من أزمة سهم أو مجتمع من شهد من المتداولين. لكن إذا أخذنا فقاعة الدوت كوم على مستوى الأسهم جميعها، شاهدنا عدة أسهم في السابق على فقاعة الدوت كوم، وأتوصل أيضا مؤشر النزداك فوق مستوى 5000. هناك شركات اختفت عن التكر وإفلاسات. فقاعة الدوت كوم بال2000 الخسائر كانت حوالي 280 شركة، ونتكلم عن 1.7 تريليون دولار في سنة تقريبا. وبالنسبة إلى أزمة الرهن العقاري، الأزمة الاقتصادية، خسائر كانت عند حوالي 10 تريليون دولار. دائما جيم ستوب حشيد ما هي التطورات، ما هي الإجراءات التشريعات التي ستحصل بعد هذه القصة.